أنا ذاهبة يا دميتي، لن أتأخر. هنا دميتين لطيفتين، لا تثيرا الفوضى ولا تفتحا الباب للغرباء. إن سمعتما الكلام تمام التمام فلن تقعا في مشكلة أو موقف صعب كما حدث مع العنزات. سأرويها لكم الآن. كان يا مكان في قديم الزمان ذئب شجير يعيش قرب منزل العنزات السبع الكبير. تطير العنزات أمهن الحنون بينما يسير الذئب مواقف الجنون. وفي يوم من الأيام ذهبت الأم لتشتري الأقلام. لا لا، لم تذهب لتشتري الأقلام، بل الملفوف المكدس على الرفوف. لكنها قبل أن تذهب تكلمت بحنان، قالت: يا حب الرمان يا شجعان، لا تفتح الباب حتى لو أتى طرزان. هل هذا واضح؟ لا شرطي بلا وجدان ولا سباك يعمل بإتقان. سأغني لكم كلمة السر بألحان. يا أولادي يا أحباب، هيا افتحوا الآن الباب، اشتريت لكم ما لذ وطب. لحظة، بل غنت لهم: يا أولادي يا أحباب، هيا افتحوا الآن الباب، سأغني لكم أحلى الكلام وأشتري لكم أحلى الأقلام. لكنها ذهبت لتشتري الملفوف ليس الأقلام. اسمع الأغنية الصحيحة: يا أولادي يا أحباب، هيا افتحوا الآن الباب، اشتريت لكم رأس الملفوف، طعام جدا معروف. لكن خلف الباب تنصت الذئب النصاب. حفظ الأغنية ذاك الماكر، عيب أن نسترق السماء يا أكابر. بعد أن ذهبت الأم إلى المتجر، أتى الماكر من وراء الشجر ودق الباب وأخذ يغني: يا أولادي يا أحباب، هيا افتحوا الآن الباب، اشتريت لكم رأس الملفوف، طعام جدا معروف. لكن صوته لم يكن حنونا، بل كان مزعجا مجنونا. ردت عليه العنزات: أنت لست أمنا الحنون، اذهب من هنا أيها المجنون. لم يفتحوا له الباب. غضب الذئب غضبا شديدا وفكر في حيلة كي يلتهم العنزات السبع، وكان عنيدا. ذهب إلى الحداد مسرعا وطلب إليه أن يجعل صوته حسنا، وبذلك يكون كل شيء في خطته متقنا. استعمل الحداد المطرقة ليجعل صوته جميلا كالزقزقة. لم يأخذ وقتا طويلا وكان بلا أي مشقة. وهكذا ظن الذئب أن خطته نجحت، وذهب إلى منزل العنزات كي يعيد التجربة التي أخفقت. بيده شوكة طعام، ثم غنى: يا أولادي يا أحباب، هيا افتحوا الآن الباب، اشتريت لكم رأس الملفوف، طعام جدا معروف. توقفت العنزة الصغيرة ثم تراجعت. فرحت العنزات وقالت: هذه أمي، هذه أمي. إلا العنزة الصغيرة فقد قالت: لا يا عمي، إنها ليست أمي. وحينما فتحنا الباب وهن لا يشعرن، رقدت واختبأت داخل الفرن. يا ربي، دخل الذئب الشرير ومن عينيه الشرر يطير. ثم التهم العنزات الست وكأنه يأكل اللفت، وبدأ يبحث عن السابعة بحثا سريعا، وكان منظره جدا مريعا. سمع صوت عطاس، والصوت في داخل الفرن غاص. ثم قال الذئب: وجدتك أيتها العنزات الصغيرة، سألتهمك وأضمك إلى مجموعتي الكبيرة. كان صوت الذئب مخيفا، وكان غاضبا ويهز كرشه هزا عنيفا، والعنزة داخل الفرن ترتجف خوفا. لم يستطع إخراج العنز، ثم نفخ في الفرن ليخرج الكنز. نفخ ونفخ ولم يخرج إلا الرماد. لم يستفد شيئا، ولكنه ازداد عناد. ثم خرج قليلا من المنزل ثم إلى الفرن عاد. نفخ فيها نفخة تحول بها لونه من الأسمر إلى الأحمر. أعادها مرة
مليارًا، والإخفاق زاده إصرارًا، ولكن الفرن لم يتأثر، فقرميده أحمر. قال الذئب لنفسه: ربما أستطيع الوصول إلى تلك العنز عن طريق المدخنة. تسلق إلى السطح بصعوبة كبيرة وقام بمحاولات كثيرة، وبالرغم من الجمع والطرح لم يصل إلى الصرح. وقف بطنه حائلا بينه وبين المدخنة، لذا فكر في خطة محكمة وبدأ بالهمهمة. أخرج العنزات الست التي ابتلعها، ثم قال لهن: سأذهب وأحضر العنزة الصغرى، ثم أعود لأجعلكن وليمة كبرى. إياكن أن تتحركن، قفن هنا وتسمرن. ثم نزل في المدخنة، اتسخ بالرماد، ولكنه ازداد عناد. ثم سمع صوت إشعال عود ثقاب، قلق من العتمة وكثر من حوله الهباب. فقد عادت أم العنزات، فضاعت أحلامه وصارت كالسراب. غنت لأولادها الأغنية الصحيحة، فنزلت العنزات وفتحت الباب، فقد كانت أغنيتها مريحة. قالت الأم للعنزة الصغرى: لا تدخل الفرن، هذه آخر مرة. بدأت الأم تطبخ، واحترق ذيل الذئب من اللهب وصار يصرخ: ذيلي ذيلي احترق. ثم هرب بعيدا. فتحت الأم عينيها من الدهشة، وأصابها من المفاجأة رعشة، ثم انتفشت نفشة. هذه الحكاية من البداية إلى النهاية. تأخرت عن المدرسة، سأذهب الآن. خلاصة الكلام يا ذكيان: لا تفتح الباب لمن لا تعرفان. أهلاً، مرحباً، أتريد رؤية أمور مذهلة أخرى؟ اضغط هنا فحسب، ومن فضلك اشترك بقناتنا أيضاً، ولا تنسى الضغط على الجرس لتأتيك كل مقاطعنا الجديدة أولاً. حسناً، علي الذهاب. مهلاً يا دب، انتظرني.